بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم في كل وقت وحين، اللهم آمين. يقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. صدق الله العظيم. من جواهر المعاني في النص القرآني الكريم جوهرة أكل الطيبات. خاطب الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين، المؤمنين اللي صدقوا بالله ورسوله وأقروا له سبحانه وتعالى بالعبودية وأذعنوا له سبحانه وتعالى بالطاعة، أن يحرصوا على الأكل من الطيبات. فقال تعالى: كلوا من طيبات ما رزقناكم، يعني اطعموا من حلال الرزق في المطاعم، من المطاعم والمشارب التي أحللناها لكم، واشكروا لله، يعني وأثنوا على الله بما هو أهله. المفترض الإنسان في كل شيء بيقدم عليه يشكر الله سبحانه وتعالى ويستقبله بالأذكار الواردة قبل وأثناء وبعد، فنثني على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله مقابلة أو في مقابلة معروفه وإحسانه، وهذا من باب الوفاء لله تعالى، وهو أنعم علينا سبحانه وتعالى من النعم الكثير والكثير التي رزقنا بها وطيبها لنا سبحانه وتعالى. إن كنتم إياه تعبدون، المعنى إن كنتم من أهل الانقياد وأهل الطاعة لأمره سبحانه وتعالى. طيب إيه المراد بالطيبات الواردة في الأمر الإلهي في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم؟ الحقيقة إنه الكلمة أو إنه بيحمل كلمة الطيبات، تحمل كلمة الطيبات على معنيين، بتحمل على معنيين من غير تعارض ولا اختلاف. المعنى الأول في كلمة الطيبات هو الكسب الحلال، اللي هو تحريه في طلب الرزق الحلال. المعنى الثاني لكلمة الطيبات هو الطيب من الطعام والشراب الذي أحله الله تعالى للعباد. طب بالنسبة للمعنى الأول، ورد في السنة ما يبين إن أفضل الكسب ما كان من عمل يد الإنسان من طريق حلال مشروع، لأنه من عمل إيدي يعني ده عمل مشروع، أنا بسعى لأن أكل وأشرب وأجتهد للكسب في حياتي من طريق حلال مشروع. وارد في السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، أي ما كان من كسبه الحلال الطيب. وارد برضو في صحيح الإمام البخاري عن المقدام رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. سيدنا داود كان ملكا نبيا، لكن كان يأتي الأفضل، فهو يعلم أن الأفضل إنسان بيأكل من عمل يده، عليه السلام وعلى نبينا الصلاة والسلام. فالطيبات هي الكسب الحلال، وعلى هذا المعنى فسره الإمام الحسن البصري رضي الله عنه، حيث قال عند قوله تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، يعني فهو بيقول: أما والله ما أمركم بأصفركم ولا أحمركم ولا حلوكم ولا حامضكم، ولكن قال: انتهوا إلى الحلال منه. يبقى الإنسان يحرص على الكسب الحلال. وعلى نفس المعنى صار سعيد بن جبير والضحاك، هما من كبار التابعين في تفسير قوله تعالى: كلوا من الطيبات، يعني الحلال الطيب، الكسب الحلال الطيب. يجتنب الإنسان الحرام بكل صوره وأشكاله، ويلتزم أن يكون كسبه حلال ولا شبهة حتى فيه. المؤمن بيتخير الحلال من الأرزاق، يعني لا يطعم نفسه ولا أهله إلا من كسب حلال طيب.
يعني اللقمة الحلال دي كلها بركة بتدخل على الإنسان، تدخل عليك وعلى أهل بيتك بالخير والصلاح والنماء والزيادة. اللقمة الحلال، الكسب الحلال، الحلال زي ما قيل إن الحلال يدخل على الحرام، فإن الحلال يدخل على الحلال فيكثره، الحلال يجي على الحلال يزيده نماء وكسرة. إن الحلال يدخل على الحلال فيكثره، وإن الحرام يدخل على الحلال فيبعثره. ولو أدنى شيء حرام دخل ولو على كوم من الحلال يضيعه. فالواحد يتحرى كويس جدا الكسب بتاعه، ويتحرى إنه ما يدخلش ولا جنيه ولا أقل من الجنيه إلى الحلال الذي عنده فيبعثر هذا الحلال. المؤمن لا يسلك المسالك الممنوعة شرعا اللي ربنا سبحانه وتعالى حرمها عشان ما يتعرضش للعقاب في الدنيا والآخرة. ورد التحذير النبوي في هذا الأمر تحذير صريح ببيان خطورة أكل الحرام بأي طريقة كانت وأي وسيلة حصلت لذلك الإنسان الذي يكتسب ماله من حرام. المكاسب المحرمة نار موقدة على صاحبها، هلاك على صاحبها، حتى وإن اغتر صاحبها بسلام السلامة في الظاهر. ورد في سنن الإمام الترمذي من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لن يدخل الجنة لحم، لن يدخل الجنة لحم نبت من سحت. سحت يعني من حرام، إنسان استحل شيء مش من حق. وحذرت الشريعة المطهرة من جميع المكاسب المحرمة، وجاء التحذير بعبارة جامعة مانعة دقيقة. فقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. عبرت عنها بأكل الأموال بالباطل، بحيث يشمل التعبير كل طريقة وكل أسلوب نهى الشرع عنه في إنك تحصل بيه على شيء، زي الغش. الناس اللي بتغش في البيع، في اللي بيبيعوا وبيتجروا وبيوزنوا في الأسواق، إنسان لا يرعى الله سبحانه وتعالى ولا يتقي الله في هؤلاء الناس، فيغش ويطفف ويخسر في الميزان، فيأكل شيء مش من حقه، وهو أصلا تاجر بيبيع ويشتري في أصل، عنده حلال كتير، يقوم يدخل السنة الحرام دي في غش، يطفف الميزان ما ينتبهش قوي. فعشان كده كان دايما بيبقى فيه حظ إن الإنسان يوزن بزيادة مش أقل، عشان شبهة أو يعني طريق من طرق الحرام ولو صغير ما يدخلش على الحلال اللي عنده يبعثره. إن الحرام يدخل على الحلال فيبعثره. الرشوة، الناس اللي احنا العاملين اللي بيبقوا بيشتغلوا أو الموظفين اللي ما بيمشيش حاجة إلا لما ياخد رشوة، ومن صميم عمله إنه يمشي العمل وإنه يؤدي حق هذا العمل، لكن لا، ما يمشيش ده إلا لما ياخد ويقبض. مال حرام دخله على الحلال اللي عنده ضيعه. اللي بيلعب قمار، اللي بيطلب من الناس فلوس يقترض ويماطل في سداد الديون اللي عليه، يبقى نيته ياخد الحاجة وما يرجعهاش، أدخل حراما على نفسه. احتكار الضروريات لإغلاء ثمنها، والكلام للتجار، نحتكر السلع الضرورية ونخبيها شوية عشان نغلي ثمنها ونستغل احتياج الناس إليها، فنغلي ثمنها، نشق على الناس ونضغط عليهم عشان نعلي فيه الثمن، فأكون أخدت شيء مش من حقي إن أنا أخده، فأكون أدخلت حرام على مالي. منع الزكاة، وانت عارف انه حق الفقير فيها، وقعد تاكل وتشرب وتسافر وتروح وتيجي وانت حق الفقير ما قمتش بيه، أدخلت حراما وخالط مالك الحلال مال حرام. جميع أنواع البيوع المحرمة، سرقة المال العام والخاص، الناس اللي بتلاقيها بتتجرأ في بعض المؤسسات على المال العام، والمال العام حرمته شديدة جدا لأنه ملك الأمة، ملك الشعب، فالجناية عليه جناية على حق عظيم. مين ومين اللي هتسدد له يوم القيامة؟ اللي بيكترئ على المال العام، واللي بيكترئ على المال الخاص، مال الأفراد. الناس اللي بتروح تحط إيديها على أراضي وتاخدها وتقول ده حقي،
وتبني ويبقى نجد في ذلك مخالفات كثيرة. الناس اللي بتعتدي على الأملاك الخاصة لبعض الناس وهو بياخد وبيقتطع قطعة من جهنم ياخدها يضمها للحلال اللي عنده فيبعثره. عندك كمان صور كتيرة الحقيقة، الموظفين اللي بتروح شغلها وتبقى أغلب الوقت كسلانة ونايمة، بعض وليس كل، لأن هناك من يتقي الله ويخشاه فما يأديش للعمل حقه، وهو بيؤجر على هذا العمل، أدخل على نفسه مالا حراما لأنه لم يعطي هذا العمل حقه. المواريث اللي بتتأخر تسلمها، الناس اللي ما بتديش الميراث لأصحابه ويبقى جيل يجي ورا جيل تاني ونضيع الحقوق، أدخلوا مالا حراما على أنفسهم. رعاية حق القُصّر والبنات وعدم السداد والقيام بأداء حقوقهن. فنون بقى السرقة الكتيرة اللي تخش بعيلين وتدخل محل عشان تسرق صاحب المحل وتغش وتدخل على نفسها وولادها مال حرام أو واحد آخر ذكرا كان أو أنثى. صور كتيرة ومتعددة، الناس اللي بتبيع على صفحات التواصل الاجتماعي والتغرير الغرر، ونصور السلعة بإنها كذا وكذا وبعدين ما الناس تجيبها على الحقيقة ما تلاقيهاش زي ما صوروها، فخالط ما لهم الحلال ذلك الحرام اللي استباحوه لأنه صور الحاجة، ما كانش أمين في نقل صورة البضاعة دي لهؤلاء الزبائن. وغيرها من الصور الكتيرة اللي الناس فيها بتستبيح لأنفسها ما ليس لها بحق، فتدخل الحرام على أنفسها وتدخل هذا الحرام على أهله وعلى ذويه. طيب لو إن إنسان كان بيعمل كده، في إجراءات الإنسان لازم يقوم بيها، وإحنا في شهر الطلب، في شهر التخلي عن الرذائل للتحلي بالطيبات. من أدخل على نفسه أو أهل بيته شيئا من هذا لم يكن بذلك ممتثلا للأمر الإلهي بضرورة أن نأكل من الطيبات، وأصبح معرض للوعيد النبوي بأن كل ما نبت من حرام فالنار أولى به. ورد عن السلف الصالح، نساء السلف الصالح، شوف المرأة معينة لزوجها على كل خير أو بخلاف ذلك. المرأة كانت من نساء السلف الصالح، لما يجي يخرج الزوج في الصباح تقول له اتق الله فينا ولا تطعمنا إلا حلالا، فإنا نصبر على الجوع في الدنيا ولا نصبر على النار في الآخرة. لابد من رعاية الحلال والحرام في الطعام والشراب والكسب. واللي وقع في ده ودخل على نفسه أو على بيته حرام يلحق نفسه. يجب على كل من وقع في شيء من هذه المخالفات أن يتطهر. إحنا في شهر التوبة، الباب مفتوح، إحنا لابد أن نقبل على الله سبحانه وتعالى ونتخلى عن هذه الرذائل وتلك المخالفات، نتخلى عن الطعام وعن الكسب الحرام. إن أكل الحرام من أكبر الكبائر، والكبائر زي ما حضراتكم عارفين لا تكفرها الصلوات ولا رمضان من رمضان ولا العمرة، بل تحتاج إلى أن يتوب الإنسان إلى ربه توبة صادقة بشروطها من الإقلاع عن الذنب اللي هو عارف إنه بيعمله، والكسب الحرام اللي عارف طريقه لازم يسد الطريق ده، لازم يقلع ويندم بقلبه الندم وتوبة ويعزم بقلبه انه مش هيعمل كده تاني. ولو المال الحرام اللي واكله ده كان متصل بحق من حقوق العباد لابد انه يرجع لصاحب الحق يرجعه له او صاحب الحق يستسمحه، سواء الحق اللي انت كلته ده او اغتصبته او سرقته كان حق احد الافراد او احد الجهات. يعني الانسان اللي غلط في حق انسان يعود اليه ويرجع له حاجته او يستسمحه فيها. طب ما يكون في شان المال العام وانا مش هعرف ارجع الشيء اللي انا خدته، او انا كنت في موظف في مكان وبقبل رشوه وانا في مكان عام، هتحطه في الصناديق اللي بيكون فيها الانفاق على المنافع العامه، الصناديق الكبيره اللي احنا عارفينها. انت بترجع تحسب اللي انت خدته حرام ده وتقوم حطه في الصندوق اللي عندك يعود بالنفع على الامه كلها، وتتطهر، تتطهر، يتطهر العباد من هذه المكاسب المحرمه في الدنيا قبل ان تاتي الاخره. هي في الاخره مش هيبقى فيه فلوس، البنوك بقى وما فيش، خلاص بقى عندك هناك
حسنات وسيئات في ميزان العبد يوم القيامة، واستيفاء الحقوق يوم القيامة هيكون من رصيد حسناتك ورصيد سيئاتك، لأنه لا يوجد يوم القيامة لا دينار ولا درهم. في ذلك اليوم العصيب الشديد مش هيبقى عندك فرصة تسدد للي خدت منه، إنما هو هياخد من حسناتك أو يديك من سيئاته. في ذلك اليوم مفيش لا مال ولا درهم ولا أي حاجة، حسنات وسيئات. يأتي أصحاب الحقوق لاستفاء حقوقهم فيأخذون من حسنات من ظلمهم أو يأخذ هو من سيئاتهم، نسأل الله السلام. المعنى الثاني لكلمة كلوا من الطيبات، واللي هي في أكل الطيبات، الأمر بضرورة الأكل من الطيبات، هو أنه يأكل الإنسان مما أحل الله تعالى لنا من الطعام والشراب، وإنه يجتنب كل ما حرمه الله تعالى. والله تعالى أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث. الأصل في الأشياء كلها الإباحة، المحرمات استثناء من هذا الأصل، والأصل ده واسع وعظيم وكبير، واستثنى الله سبحانه وتعالى منه أشياء قليلة، منها كما في قول الله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، وغيرها من الآيات التي بينت ماذا نأكل وماذا لا نأكل، وإن ربنا سبحانه وتعالى يعني منحنا وأمرنا بأكل جميع الطيبات. كلوا من طيبات ما رزقناكم، أي كلوا من الحلال المستطاب في نفسه غير الضار بالأبدان ولا بالعقول، سبحان الله العظيم. ثمرات الأكل من الحلال كتيرة. الأكل من الحلال الطيب سبب لتقبل الدعاء والعبادة. ما هو أنت لما الدعاء يبقى مقطوع ما بيستجبش لأنك بتاكل حرام، يبقى حلقة الوصل دي مقطوعة أصلا بين العبد وبين ربي. ده السلاح اللي الإنسان بيواجه به الدنيا. نعم سلاح المؤمن الصبر والدعاء. لما يكون دعائك لا يقبل لأن بتاكل من الحرام وعبادتك كذلك، فده شيء يخلي الإنسان اللي بياكل من حرام أو شبهة حرام أو بيحط أو لا يعطي للأشياء حقوقها. خلي بالنا ممكن يبقى إنسان في موظف ما بياكلش حرام لكن لا يعطي العمل حقه، ويهرب ويزوغ من العمل بتاعه ويمشي، وبعدين ياخد الأجر بتاعه وهو لم يتم ساعات العمل، أدخل على نفسه حراما. الأكل من الحرام يمنع قبول الدعاء والعبادة. أكل المال الحرام من أسباب خذلان الله لآكله وحرمانه الكتير من العطايا الربانية والمنح الإلهية، وأعظمها قبول الدعاء. ورد في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، لكن ده ماله الشخص ده، مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. وفي الحديث الآخر لما تليت الآية، هذه الآية عند النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، قام سعد ابن أبي وقاص فقال: يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا سعد، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. والمراد بطيب الطعام في حديث سيدنا سعد هو ما سبق وقررناه في معنى الآية الكريمة من كون الطعام حلالا في مصدره وحلالا في كسبه، وكذلك أن يكون بعيدا عما حرم الله تعالى من المطعومات والمشروبات. اللهم إنا نسألك رزقا واسعا حلالا طيبا ودعاء موفقا مستجابا، واكفنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك، وأغننا بفضلك عمن سواك يا أرحم الراحمين، اللهم آمين. عن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت،
لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال: لقد سألت الله تعالى بالاسم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب.